بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. الآن نقف بكل احترام مولى العلام ولكتابه العزيز الغلاب الذي لم يأتي لم ينسى أي شيء إلا وذكره. قد يقول مولانا في آية 149 من سورة الشعراء: وتنحتون من الجبال روشي بسكوتي بفاسون روزي وسيونتيفيكو مو بارنو اونتر غيمي بيوتا دي دمار فارهين يعني دي جون تريز انتليجون بارابور افوتر ايبوك. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون يعني نحي عليكم من يوم المرة الرابية ولا تجعلوا راحكم مقطع مخدوعين في طرف الشيطان الرجيم. فاتقوا الله يخافون شوية ديبو كرمي الله فاتقوا الله واطيعون اوبيسي موا اسوبي موا سو لو بون شومان كي مان على مور ديفان اي على غراس ديفين. نعود بفضل الله.